فرح، يمكن وصلنا لأهم فقرة صحية طبية بتهم كل الصبايا وكمان الشباب. بالآونة الأخيرة شفنا الكل عم يتجه نحو فقدان الوزن والحصول على جسم مثالي. الأخطاء الشائعة لخسارة الوزن كقطع وجبة معينة مثل العشاء مثلا، أو الاعتماد على وجبة واحدة فقط خلال النهار لحتى ينقص الوزن، ما هي الأنظمة العالمية السليمة لإنقاص الوزن؟ معنا أخصائية التغذية سواب الغبرة. أهلا وسهلا فيك، يسعد صباحك. يسعد صباحكم. صباح الخير مرة ثانية، وأهلا وسهلا فيك. اليوم عم نحكي عن موضوع كتير مهم بسبب يمكن هذا الحجر يلي صار، والناس يلي يمكن قاعدة ببيوتها وما عم تسترجي تطلع عم تتسلى بالأكل، تفشخل قبل الأكل وعم تخترع طبخات جديدة، وهذا الشيء عم يؤدي لزيادة بالوزن. خلينا نعرف بالبداية أهم أنظمة الغذائية اللي ممكن الواحد يتبعها لخسارة الوزن. هلا بالبداية كل واحد سبحان الله رب العالمين هيئه بخلايا معينة، دي ان ا معين، يعني كل انسان له كتالوجه. هلا قديش تعاطينا بعملية تنزيل الوزن درسناها بجامعاتنا وهالقصص هي كلياتها، ما لقيت خلال فترة ممارستي للحياة العملية جسم بيشبه جسم. هلا كل شيء بناخذه بتلاقي عني يعني بالضبط. يعني انا ما بقول هلا مثلا بيقول لك نظام غذائي قطعت وجبة العشاء، انا قعدت على التمر واللبن، انا اخذ يوم خيار يوم تفاح يوم لحمه يوم دجاج، هذا الحكي كلياته قد يصح معه. مثلا انا اخذته من النت يعني بيصح معي اسبوع، ممكن يخدم معي 10 ايام مكتر اذا ما كان يناسب جسمي بيأذي خلايا الجسم. الشيء الثاني اللي نحن بنقدر نعتمد عليه انه نحن بنعمل انه تنزيل الوزن، بس بنعتبر المقياس هو الميزان او مثلا الميزوره. قد يجوز في نظام عم ينزل وزن بس عم ياكل من العضلات، يعني هذا الشيء نحن ما عم نعرف ننتبه عليه. قد يجوز عم نخسر من السوائل تبع الجسم. فهذا الشيء مو فقط انا اني انا حس حالي اتبعت نظام نفست، قد ما هو انا صار يعني تشكيل او شيبينج للجسم. هي اهم نقاط نحن جايين نحكي عليها، مو قصه انه هذا النظام لا نحط عليه اكس، لانه في انظمه اثبتت فعاليتها مثل نظام الكيتو الصيام المتقطع عن نسبه معينه من الناس شريحه لا باس فيها. وانا مع انه الانسان ما ياكل 3 وجبات بالنهار. يعني انا من الناس اللي بقول انه الوجبتين عنا اياها وشيء خفيف جدا بحيث انه ما ارفع شيء خفيفه بالضبط. مو بالشرط اني اقطع العشاء احط ماده اني انا اكلها بس ما ترفع الانسولين. هي اهم نقطه اني انا الوجبه اني اعرف فيها وكيف تتشكل الخليه الدهنيه. ممكن اكل 7 وجبات ما بيرفعوا لي الانسولين، عندي اياها مع وجبه واحده بترفع الانسولين بنسبه عاليه بفتره واحده اجاني اياها، هي بتعمل مشاكل كثير بطن وسمنه. فهي حسب طبيعه انك انت تفهمي الميكانيزم تبع جسمك، وهون بقى بنبلش نشرح. خلينا نبلش نشرح، يعني اشرتي لنقطه كثير مهمه. في ناس بتقلك فعلا انا تبعت رجيم خاص وما نحفت بس راح بطني بس ما نزلت على الميزان وزنها، كمان هي مشكله بتلاقيها. خلينا نبلش يمكن بالوجبات اللي ما بترفع نسبه الوزن بس بتشبع. يعني في ناس بتقلك انا ما فيني بلا عشاء، يعني هي اني اقطع العشاء بشكل نهائي ما فيني عليها. من احد اهم الوجبات اللي بتنحف وبتشبع وبتعطي 7 ساعات شبع وامتلاء هي البيض المسلوق. ما بفضل تتاخذ مساء، بفضل تتاخذ صباحا. هاي الوجبات كتير رائعة وبتعمل عندك عملية إفراغ للصفراء صباحا، حتى كانوا أهل أول يسموا وجبة الفطور كسر الصفرة. أنا وجود الجبن الخيار من دون خبز، البيض المسلوق مع الخيار، هاي من أكثر الوجبات الحارقة في فترة الفطور. الوجبات اللي هي بتشبع جدا بالعشاء وبتعطيك امتلاء وما بتحسي حالك إنك بحاجة لأي شيء تاني هي وجبات اللبن وعصرة الليمون عشاء. حتى لو أخذت 4 كاسات لبن، لكن دي أنا نبه على اللبن بحال الفترات هي. اللبن عم يجينا من البقاليات كله نشا واسبيداج، كنا نحط اللبن ينزل مريضنا عليه، هلا صار اللبن عم يسمن الوزن. انا بفضل نرجع للبن الترويب، يعني نحن كثير وفينا وهو سهل الطريقه، يعني ما له شيء صعب. اللبن والخيار بيقولوا لك مهم بالليل كثير جدا، وبيعمل تهدئه للاعصاب وبيعمل تنظيف للكولون. مرضى الكولون ما بينحفوا عنا الا باللبن والعصرة الليمون. هلا الشيء اللي بدك تعرفيه انه كل عالم من الاخطاء الشائعه بيحبوا فواكه بالليل، مثلا صحن بطيخ، صحن يعني تفاح. هلا انا مع اذا كانت 7 المساء 8 المساء، اما قبل النوم مباشره الفواكه بتعمل عفونه بطن
فيها فيتامين سي بتنشط الجهاز العصبي، فبتسحب له ساعه نومه لساعه متاخره بالليل، فبتلاقي انه ما كثير نجعت معنا بتنزيل الوزن، مع انه انت معظم الانظمه الشائعه بتلاقي تفاح مجاصخ هي، انا بلاقي لا الخس عندك اياها اللبه تبعه، بحيث انه انا اذا ما كان في مشاكل كولون هي افيد من الفاكهه صنف واحد على فتره كمان حتى بفتره الصبح الزنجبيل او حتى عصره ليمون مع كاسه مي دافيه، انه كثير بتنزل الوزن. ايوه هي كلها تساعد، يعني هلا كلياتنا بنعرف انه هالوصفات كثير شائعه عنيت. يعني انا لافرض اكلت اوزي واكلت شاي وزنجبيل وعصره ليمون وهالقصص، يا ترى حقدر احرق كميه لا باس فيها؟ نحن عم نحكي عن الوجبه الحارقه اللي بتخدم معي، لاني انا اذا اخذت زنجبيل وعسل يمكن ما اشبع، يمكن تسكر لي معدتي ساعتين ثلاثه، يمكن يعني هذا عم نحكي عن الصبح، عن الاكل كوجبه الصبح اول واحد ما يفيق كثير رائعة جدا، معتمدينا انه جدا لانه هي ديتوكس، هي ديتوكس هي وصفة رائعة، لكن اذا بقول اني انا اني اعملها فطور صباحي لا تمام خطأ جدا، لانه انت بتفقدي جدا من قسم من شيء اسمه الجهاز الغذاء الاساسي للجهاز العصبي المركزي، فبيفقد الانسان تركيزه اذا ما طلع اخذ شيء معين يقيت الجسم تبعه، يقيت عضلاته، يقيت شعره، يقيت عظمه، هذا القصه ويقيت مناعته، يعني هاي الامور هاي كثير مهمه، لكن انا ما بخفي انه هاي الوصفه رائعه جدا لشيء اسمه تنظيف السموم من الجسم، لانه بتعمل عمليه تحفيز للكلى ان اخراج حمض البوله بشكل اسرع. هذا الامور هي كلياتها هي بتلاقيها على المدى البعيد من فهم مرضانا فيها انه في اسمه فقه اولويه تنزيل الوزن، وانا مو مع الانظمه المتتاليه انه ريجيم ورا ريجيم، اذا انا لقيت حالي عم بخسر وعم بخسر وعم بخسر، لانه بدي انتبه كل اسبوعين ريجيم لازم اعمل اسبوع استراحه تثبيت، هاي الاستراحه التثبيت كثير المرضى بيعاتبونا انه انا ليش كنت عم بنزل، ليش وقفتني، يعني ليش انا هيك عملت، لانه يمكن ما التزم بالغذاء الصح، بجوز الجسم بيعطيك اياها بكل هدوء حتى لو مع نظام بيعمل لك بلوك على التنزيل بالاسبوع التالي، بجوز اخصائي التغذيه بيعتمد على شيء نظام يريح له جسمه مشان يتحمل الجسم انه ينقل مستويات فيتامين د للمستوى الاعمق بالخلايا الدهنيه، لانه نحن عندنا سيد الفيتامينات بالجسم هو فيتامين د، وكلياتنا بنفكر انه فيتامين د تثبيت كلس وتظبيط بس مناعه، له 70 تفاعل انزيمي بالكبد، له 70 تفاعل انزيمي بالجسم مهمين لوظائف الهرمونات، لوظائف الغده الدرقيه، تلاقي واحد انضربت غدته الدرقيه فورا تطلع على فيتامين د بتلاقيه ناقص عنده، بتلاقي واحد عنده مشاكل كولون بتلاقي عندك يا نقص بفيتامين د، مشاكل سمنه حتى بيكون حتى بيوقف الاستقلاب صحيح. يعني هي فانا هاي الاشياء هاي وقت بننبهها وبيفهمها مريضا علينا ما بيزعل منها، وقت بيلاقي حاله شوي ارتاح او شوي عمل بريك اعلاني مثل ما بيقولوا على عمليه تنزيل الوزن. طيب بالختام نصائح اخيره بدقيقه للغذاء الصحي اللي ما بيسمن. طيب هلا احنا بس ما بدنا نسمن هي الجمله الشهيره بالضبط. هلا في قواعد بحكيها انا، اذا انسان اكل وجبه سكرية عالية أو تحتوي على قيم نشوية عالية مثل البرغل، العجين، المعكرونة، البطاطا، الأمور يتبعها بخل تفاح، خل التفاح بيقلل امتصاص الجلوكوز بجسم الإنسان. أكل مواد دسمة جدا بشكل عالي عندك ياها زيوت ومقالي وهالقصص، هي يتبعها بشيء اسمه الشاي الأخضر مع الزنجبيل، هي بتقلل امتصاص الدهون داخل منطقة الاثني عشر. إذا أخذ وجبات فيها بروتينات عالية وبروتينات دسمة يتبعها بدبس الرمان، معلقة طبيعية من معلقة دبس الرمان، بتقلل من شيء اسمه استقلاب حمض البول بالدم، فهالامور هي كلياتها بتساعد على عمليه هضم هاي المواد هاي، وان شاء الله بنتمنى الوزن الصحي المثالي لكل المشاهدين. اكيد لك شكرا لك على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، بنتمنى الناس فعلا ما يتبعوا اي نظام موجود على مواقع التواصل الاجتماعي، لانه كل جسم مثل ما حكينا بالبدايه بيختلف عن جسم الثاني. بنشكرك على اخصائيه التغذيه سواب الغبره على وجودك معنا، شكرا كثير لك. 100 الف وسهلا يا علي.